صباح الخير لكل يلي قرر انه يرافقنا بموعد صباحي عم يجدد بلقائنا معكم برحله عنوانها صباح نادر، اكيد ما بيحلى الا برفقتكم. اليوم الاربعاء 25 نيسان، نهار جديد ان شاء الله يكون حامل معه كل ملامح النصر على ايدي حماة الديار. صباحكم مميز ومفعم بالحياه، من دار الاسد للثقافه والفنون نترافق برحله بنحاول من خلالها رصد نبض الشارع السوري بمختلف الفعاليات والانشطه اللي بتشكل مؤشر على إرادة الحياة عند السوريين. جولتنا بلشت، وأكيد قبل ما أبدأ بدي صباح ميسان. يسعد صباحك ميسان. يسعد صباحك سلمى، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد عم نترافق فيه معكم بمحطات من سوريا والعالم، ودائما تحيتنا بتكون ببداية صباحنا لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري. مشاهدينا اليوم بحلقتنا رح يكون معنا عناوين كتيرة، رح نتطرق لمهارات التفكير، رح يكون لنا وقفة نتعرف فيها على طرق ممارسة الرياضة العقلية، وضمن مساحتنا الطبية رح نطرق بوابة الطفولة ونتعرف على أهم الأسباب المؤدية لحالة التقيؤ والتقلصات المعوية وغيرها من المحطات الثقافية والمنوعة من سوريا والعالم بعد هالفاصل. مثل العادة رح نبدأ مع مشاهدينا بجولة على أبرز الأخبار المنوعة، والبداية اليوم مع اكتشاف صرح به العلماء في جامعة مانشستر بأنه الأشخاص اللي بيمتازوا بمصافحة قوية عندهم عالية وبيتمتعوا بذاكرة متطورة بسن البلوغ. وبيقول أحد العلماء أنه في علاقة واضحة بين القوة العضلية وصحة الدماغ. ويؤكد العلماء على أنه الناس ذوي المصافحة الضعيفة يمتلكون مادة بيضاء أقل كثافة في أدمغتهم، لذلك تبين الدراسة أنه من خلال قوة المصافحة يمكن تقدير التغيرات المحتملة في القدرات العقلية للشخص في سن البلوغ وعند الشيخوخة. يمكن كمان بتعمل حميمية أكثر المصافحة القوية، بتعطي كمان انعكاس لشخصية الإنسان أحيانا أنه هو شخص واثق من نفسه. يعني ميسان عن جد في أشخاص فعلا بتلاقيهم بيحبوا يسلموا بنوع من انواع الحرارة، فعلا يمكن هدول الاشخاص حسب الدراسه هن عندهم قدرات قويه. بالعموم نحن كثير قرينا دراسات سابقا عن فوائد المصافحه وقد هي بتكسر الحواجز بين الاشخاص وبتودد العلاقات كمان. رح ننتقل لخبرنا التالي سلمى. خبرنا التالي كمان عن دراسه علميه كشفت بانه مستويات السعاده بين الازواج بتزيد بعد مرور 20 عام من الارتباط، واشارت صحيفه الديلي البريطانية إلى أنه باحثين أجروا هي الدراسة على عينة من الأزواج، وتبين بأن المعدلات كانت إيجابية، كما أن مستويات التقدير والألفة تزداد بين الأزواج بعد انقضاء وقت طويل بينهم. يعني إما تقول الدراسة أن الزوجين إذا استطاعا تخطي عقبة المرحلة الأولى التي تكتنفها أحيانا شجارات وغيره، فإنهما مع الوقت يستطيعان استخدام صفاتهما الإيجابية للوصول إلى تسوية لنقاط الاختلاف فيما بينهم. وكشفت الدراسة عن أن الزوجات أقل ميلا إلى التعبير عن السعادة الزوجية مقارنة بأزواجهن. يعني دائما بيقولوا أول كم سنة هن كتير صعبين سلمى، فعلا حتى يمكن الأشخاص يفهموا بعضهم أكثر، يقدروا يمكن يتعايشوا مع تفاصيل حياتهم اليومية. أكيد ميسان، حتى يتعودوا شوية على بعض ويمكن أنت بس مو 20 سنة كتير 20 حتى سنة. حتى أنه فعلا الأزواج بعد مرور فترة من الزمن بصيروا بيجبوا بحيم تحس بصير دول شخصين عن جد في حالة ارتباط. صح سلمى، كثير هالمعنى يمكن بينحكى في أنه بعض بس هن أنه بصيروا بيطبعوا بعض. أكيد بدنا نعرف عفر فيما بعد، وأكيد نوجه له تحية صباحية إذا كان عم يحضرنا زميل جعفر، بنقول له يسعد صباحك والله يقويه وهو هلا اكيد بالميداني. اكيد حنروح لختام جولتنا المنوعة مع فيديو عن مشاركة مئات الأشخاص بالهند بمهرجان أجني كيلي السنوي المعروف بمصارعة النار، واللي بيجذب آلاف الزوار والسواح لمشاهدة فعالياته الغريبة.
أخبارنا المنوعة سلمى. أما هلأ رح نروح لنتعرف بمثل هاليوم شو تسجل من أحداث بالمادة التالية. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة يغير مجرى التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1920 التوقيع على مقررات مؤتمر سان ريمو، وفي مثل هذا اليوم من عام 1945 مندوبو 45 دولة يجتمعون في سان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة الأمم المتحدة، وفي عام 1953 جيمس واتسون وفرانسيس كريك يكتشفون الدناء، وفي مثل هذا اليوم من عام 1954 إنتاج أول خلية للطاقة الشمسية ذات كفاءة عالية في مختبرات بيل. ومن أبرز الذين أبصروا النور في مثل هذا اليوم من عام 1874 ماركوني عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1909، وفي عام 1903 غوروف عالم رياضيات روسي. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2016 خلدون المالح مخرج سوري. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. نيسان، مثل ما تابعنا في شخصيات عديدة، شهد اليوم 25 نيسان على ولادتها أو وفاتها. خلونا نتعرف مين شخصيتنا لليوم بالتقرير التالي. غولميمو ماركوني عالم إيطالي ساهم في اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية واختراع الراديو والإبراق اللاسلكي. حصل على جائزة نوبل للفيزياء في عام 1909 بالاشتراك مع كارل فرناند براون عن اختراعهم التلغراف اللاسلكي. ولد ماركوني في مدينة بولونيا الإيطالية في 25 من نيسان من عام 1874، وفي عام 1895 نجح ماركوني في أن يبعث برسائل لاسلكية عبر المحيط الأطلسي. ظهرت أهمية هذا الاختراع بصورة صارخة في عام 1909 عندما غرقت السفينة فيكتوريا، واستطاعت الرسائل اللاسلكية أن تنقذ عدداً من ركابها بعد طلب النجدة من السفن المجاورة. وفي نفس العام حصل ماركوني على جائزة نوبل، وفي السنة التالية نجح في أن يبعث برسائل لاسلكية بين إيرلندا والأرجنتين، أي عبر مسافة 6000 ميل. لم يعرف العالم الإذاعة على نطاق تجاري واسع إلا في عام 1920، وعليه يمكن إطلاق اسم التلغراف أيضاً على اختراع ماركوني. في السنوات الأخيرة من حياته قام بتصوير استخدام الموجات الموجات القصيرة جداً. توفي ماركوني في روما في عام 1937. فقرتنا التالية رح نستقبل فيها جرعة من النشاط الذهني، ونتعرف على أساليب جديدة بمهارات التفكير يلي بتندرج تحت مفهوم تطوير الذات. ولنعرف أكثر عن هالموضوع بسنة أن نرحب بخبيرة التنمية الإدارية دكتورة لبنى بشاري. يسعد صباحك لبنى. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك.
ميرسي، صباح النور. بداية خلينا نحكي أكثر، بما أنه اليوم إطار حديثنا عن تطوير الذات رح نتطرق لعدة مهارات، يمكن خلينا نحكي مع الرياضة العقلية، نحكي عن هي الطريقة أكثر وشو تعتبر من ضمن المهارات الفكرية. طبعا تمام، الرياضات العقلية هي طريقة يابانية، بالبداية لما اكتشفوها كانت هي عبارة عن دورات تدريبية بتصير للمسنين، للموجودين بدار المسنين مشان تنشيط الذاكرة، مشان القدرة على الربط والتحليل، ما يكونوا هن يعني للتخفيف من أعراض الشيخوخة. لكن نتبين معهم أنه هاي الطريقة هي كتير مناسبة لجميع الأعمار من الأطفال وصولا للمسنين. هلأ بيختلف النتيجة اللي بدنا نحصل عليها بكل مرحلة عمرية، لكن هي شو معناتها؟ أنه نحن لازم ندرب العقل 10 دقائق باليوم، يعني من أصل 1440 دقيقة باليوم، بس بدنا 10 دقائق منهم تدريبات عقلية. اللي هي شو؟ مثلا ممكن تكون ألغاز، حل لغز، أو حل سودوكو، أو معادلة، مسألة، يعني شيء رياضي أو شيء تحليلي بده تحليل للمشكلة ونلاقي حل لها كحالة بسيطة لأنه بعشر دقائق. فمعناته هي الرياضات العقلية إذا طبقناها على الأطفال فهي من أجل التنمية الذهنية، إذا على الشريحة اللي أكبر من الأطفال مشان نحصل على نتائج منها للمستقبل، يعني على الشباب والأكبر بيكون بدنا نحصل على نتائج فعلية على أرض الواقع. أما بالنسبة للشيوخ فهي الهدف منها تخفيف والحد من مظاهر الشيخوخة، فلازم نطبقها 10 دقائق فقط باليوم. هلا لانه عن جد الواحد صار ما عم يستخدم عقله، يعني صح حالنا انه نحن بكل شيء عم نعتمد على الغير وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب وعلى كل شيء. صحيح، فلهيك كمان في عندنا مهارات ثانيه ممكن نحكي عنها اليوم، هي مهارات التركيز، كمان هي مهاره ذهنيه وبهي الظروف كثير ضروريه ومهمه لإلنا، لانه بالظروف اللي عم نمر فيها كل ما كان الضغط الخارجي اكبر، يعني في عندنا مثلا مؤثرات سيئه فرضا لنقول، ظروف او نقاط ضعف محيطه فينا، سواء من استقرار، من حالة اجتماعية، من حالة مادية، فنحن بينقص التركيز عنا. ففي مهارة التركيز كمان هي واحدة من المهارات الذهنية اللي فينا نشرح كيف ممكن الشخص ينفذها، في إلى عدة أسس بتساعدنا كثير. فإذا بدنا نحكي فيها إذا بتحبوا أكيد طبعا نحب مشان يعرفوا ممكن اللي عم يشاهدونا أكثر معلومات. تمام، فمهارة التركيز أولا منقول نحن لازم نركز على الشيء المرتبط بالذهن وبالفعل وبالقول وبالأشخاص المحيطين. بالذهن شلون؟ أول شيء انظر للنقاط الإيجابية اللي عندي، فأنا أقول مثلا أنا بقدر أني أشتغل هذا العمل لكن بدي بيئة مناسبة، فمعناته بدي المكان المناسب. كل شخص بيركز بمكان مختلف، فرضا ناس بتقدر تشتغل بوجود صوت مسجلة أو ناس لا، فمعناته لازم يكون ما في ضوضاء، لازم يكون ما في، في ناس بتقول ما بقدر شوف حركة حتى لو مو صوت، فمعناته بدي أوفر للتركيز البيئة المناسبة للشخص، كل واحد بيعرف شو بيناسبه. هلأ بشكل عام بدي أخرج من موضوع المشتتات، المشتتات اللي هي الاتصالات الهاتفية، زيارة من حدا مفاجئة، هي إذا كنا بالبيت، أطفي النت مشان مواقع التواصل ما يضل يجيني عليها مثلا على الواتس وعلى الفيس وعلى غيره، فهذا بيشتت لي تركيزي لأنه بيعمل لي رنة معينة، فأنا إذا قريت وما رديت فأنا تشتتت، فكيف إذا قريت ورديت على الشخص المرسل لي؟ فمعناته أول شيء بدي هيئ المكان، بعدين لحتى اللي بيناسبني ركز فيه بدي خفف من المشتتات. إذا كنت بمكان عمل فأنا فرضا بخبر السكرتيرة تبعي بقلها أنه ما تدخلي لي حدا هلأ من الزوار مثلا من المراجعين، ما تحولي لي تليفونات أو كتب، غير طبعا الشيء اللي كتير مهم فرضا لمدة نص ساعة. معناته أول شيء أنا هيئت المكان المناسب للتركيز. ثاني شيء بدي شوف الزمان، التركيز بيكون بمراحل الذروة بالصباح الباكر وقبل النوم وحتى بمنتصف الليل، فمعناته أنا بدي أعمل شيء بده تركيز عالي بعمله بهدول الفترات، بعمل الشيء اللي الصعب المعقد واللي بده تركيز واللي ما فيه متعة،
لأنه ما بيكون قريب مني، فبعمله بهي المراحل الثلاثة. أما الأمور الأقل تعقيداً أو اللي أنا بستمتع فيها ما في مشكلة بأي وقت فيني ساويها. معناته صار في عندي هيئت المكان وخفضت من المشتتات، هيئت الزمان، بعدين بدي أقرأ بتمعن. ما بيصير أقرأ وأنا هدفي التركيز، فنحن عادة بنقرأ بسرعة، القراءة السريعة غير مفيدة بهي الحالة. معناته بدي أقرأ بتأني، بدي أقرأ بترابط لأفكاري، لأنه إذا في فكرة ما سيطرت عليها ما كانت ضمن التسلسل تبعي فأنا كتير رح ضيع لقدام وبدي أضطر أرجع كتير لفقرات سابقة. أما هيك لا، بقرأ بتسلسل لأعرف لوين الهدف، لوين بدي أوصل. معناته بعد ما أقرأ أنا بهي الطريقة ممكن حط خطوط، لأنه الذاكرة البصرية، الصورة اللي بدها تنطبع، الصورة البصرية للصفحة أو للكتاب اللي أنا ماسكته بتساعدني كتير على استرجاع المعلومة، فبحط خطوط أو تحديد بقلم التحديد العريض أو بعمل رسوم بيانية. الرسوم البيانية كتير بتساعد الشخص وقت يعمل أنه من هون راحت لهون سهم، عمل دويرة تانية حط فيها، تمام. فالخطوط البيانية كتير بتساعد، صار عندي المكان والزمان وتخفيض المشتتات والتسلسل بالمعلومة. بعدين بدي أعطي لنفسي فترات، معناته فترات راحة، معناته التركيز. أنا ما فيني ضلني مركز لمدة كتير طويلة، فيتبين أنه أفضل وقت هو أنه كل 45 دقيقة حوالي، طبعاً 45 دقيقة، أعطي نفسك 5 دقائق 10 دقائق استراحة، يعني حتى يرتاح الدماغ شوي من التفكير، تمام. تقدر المعلومات تتخزن باللاشعور، تمام. عم نحكي عن مهارات خلينا نقول التفكير اللي حكيتي عنها حالياً، ولكن كمان في مهارات تانية كتير مهمة، واللي هي منها مهارات كسر الروتين. بما أنه نحن كنا اليوم عم نحكي أنه في كتير أشخاص صاير عندهم تأخر بأعمالهم بسبب حالة الروتين اللي عم بيمروا فيها، تمام. هلأ في عندنا كتير أمور بتساعدنا. أولا ممكن الروتين يكون معرقل لعملنا، وممكن يكون لا ما عم بيعرق له، أنا عم بقدر أدي عملي لكن أنا نفسيا ماني مرتاح. ففي عندي عاملين كل واحد بيتعالج بطريقة، رح نحكي بشكل عام عنهم. أول شيء إذا أنا كنت ماني مستمتع أو نفسيا يعني ماني سعيد بالروتين اللي عايش فيه، فأنا ممكن غير الأشخاص اللي عم بقعد معهم، مو بشكل نهائي يعني أنا أصدقائي بدي حافظ عليهم، لكن ممكن اليوم قرر أنه شوف ناس من زمان ما شفتها، أو أقعد مع أشخاص هن كبار بالعمر فرضاً فوق 70، هدول بيعطوني خبرة، بيعطوني منظور آخر للأمور اللي أنا ماني شايف. أو حتى نعمل شيء نحن نفسنا الأشخاص اللي بنلتقي مع بعض، ممكن نعمل شيء غير الروتين اليومي تبعنا. تماماً. أما إذا كان الروتين هو عم يخليني أتأخر بعملي، يعني غير موضوع الاستمتاع بالوقت، فأنا معناته بدي أعتمد على مهارة تنظيم الوقت. تنظيم الوقت بخليني غير روتيني لكن بطريقة جيدة. صح تنظيم الوقت هو صار أنا جدولت نفسي، لكن جدولتها بطريقة مختلفة. مجرد تغيير بالجدولة هو بحد ذاته كسر للروتين. فمعناته أنا ممكن أعمل نشاط، ممكن غير الأشخاص، ممكن غير وقت توقيتي فرضا، ممكن أعمل مثلا رياضة مختلفة، ممكن غير وقت نومي. تفاصيل كتير بسيطة وكتير صغيرة لكن هي بتغير لي الروتين، بتأثر نفسيا. أما إذا على العمل فأنا ممكن حتى غير مصادر معلوماتي، يعني في معناته أنا حسب الروتين بشو عم بيأثر علي سلبا بدي أدور على السبب عليه وحاول أتجاوزه بوحدة من الأمور اللي حكينا عليها. فهي قصة صح نظريا سهلة لكن تطبيقيا هي مانا سهلة، لأنه الشخص صعب يطلع من عاداته. لذلك في مقولة دائما ظريفة بتقول أنه أفضل عادة أن لا تعتاد على عادة، فإنه ما يكون عندك عادة لحتى ما يصير في روتين. بيقولوا الشخص اللي ما عنده يمكن عادات بيكون أسعد بحياته، أنه فعلاً لا يبدأ من الصبح من موضوع شرب القهوة، من موضوع أنه المشروب والأكل والطلعة والفوتة بأوقات محددة طبعاً غير على العمل. فعلاً الواحد ما لازم يمكن يفوت بهذا الروتين، كتير صعب أنه نطلع منه، حتى يمكن وقت بيكون عنا إجازة ما بنقدر نطلع من هذا الروتين. تمام. ولهيك نحن بنقول التنظيم مهم بالحياة، لأن دايماً نحكي على التنظيم وإدارة الوقت وإدارة الأولويات. التنظيم مهم لكن ما يكون هو اللي عم يقيدنا، نحن عم ننظمه بما يناسبنا وعم نغيره، تمام، لحتى ما يصير مجرد روتين إلنا. فهي بالنسبة لكسر الروتين.
سهله بالمبادئ لكن صعبه بالتطبيق لانه نحن نفسيا مو متعودين عليها. فكمان حكينا على مهاره التركيز، فينا نحكي على مهارات اضافيه اللي مثل هي اداره وتنظيم الوقت، في تحليل المشكلات. هلا كل انواع هاي المهارات لها ميزه، الميزه الاساسيه فيها انه هي تطبق على جميع الشرائح العمريه. اما مثلا فرضا المهارات اللي غير ذهنيه اللي هي الفنيه او التخصصيه او التقنيه، هي لا بدها تطبق على اشخاص محددين ولغايه معينه. اما المهارات الذهنيه مو بالضروره تكون لغايه من اجل تطوير الحياه، يعني من اجل تنميه بشريه. طيب لبنى، بعض الاشخاص بينجحوا بمهاره معينه ولكن ما بينجحوا بمهاره اخرى، يعني في اشخاص بيقول لك هذا شخص كثير دقيق بحياته، منظم وقته تمام، مجدول نفسه، ولكن بيوقع بفخ مثلا الروتين، او اوقات في اشخاص بيبتعدوا ما بيقدروا يفكروا التفكير الايجابي، بيشوفوا لما بيحللوا بيشوفوا الاشياء السيئه بالبدايه اكثر ما يشوفوا الاشياء الايجابيه. كيف بيتم في تكامل بين اداره كل هالمهارات عند الشخص؟ اول شيء بده الشخص يعرف شو نقاط القوه اللي عنده وشو السلبيات الموجوده عنده. هلا ما في شخص بالحياة ما عنده سلبيات أو نقاط ضعف محيطة فيه، مو شرط هو اللي يكون صممة، يعني هي موجودة مجبر هو يكون حواليه. فهلأ النقاط الضعف هي اللي هو موجودة عنده، بده يشتغل على فكرة أنه يا أما يتجاوزها، يعتبرها أنه هو موجودة وأنا بدي أشتغل بناء عليها، بدي تمام. أطلع منها، بدي أتعامل معها، تمام. يا أما بده يخففها، فمعناته عندنا حالتين، يا بده يخففها فهو يعتبرها موجوده وخففها، يا اما بده يعتبر ما انا موجوده وبده يكفي. تمام، فمعناته عندنا هدول الحالتين. لما ننظر لنقاط الضعف والقوه بهي الطريقه كثير بنريح حالنا، كثير بنكون عم ننطلق للتفكير الايجابي. هلا نقاط القوه شو بنستفيد منها؟ كثير بيكون نحن حوالينا شغلات ايجابيه ما لنا شايفينها، مثلا وجود الاهل، الله يخلي لنا كل اهالينا، امين يا رب. قد ايه بتعطي حاله دعم نفسي وحاله قوه وحدا ثقه دائما ممكن الواحد يرجع له، هي ما انا موجوده عند الكل. فنحن بدنا ننظر على هي النقطه قد ايه، مع انه نحن متعودين عليها وما بننظر لها. بدنا ننظر على انه نحن مثلا عندنا مؤهلات. هلا صح بجوز ظروفنا ما تسمح لنا انه نكون بمستوى فرضا يناسب مؤهلاتنا، لكن انا مجرد عندي مؤهلات فانا الظرف مو مناسب، لكن انا شو بدي انظر كيف تعاملت مع الظرف. معناته انا ما فيني صح اتحكم بالظروف، فيني شو اتحكم بأنا موقفي ضمن هاي الظروف. لهيك بيفرق هون شخص عن آخر، إنه كيف تعامل هذا الشخص بالظروف السيئة مع هذا الموقف، تمام، وكيف تعامل الشخص الآخر فيها، رغم إنه اثنين عندهم مؤهلات لكن كل شخص عنده أسلوب ومهارات ذهنية وسلوكية مختلفة. خلينا نحكي شوي كمان عن إدارة يمكن هي المهارات وآلية تطبيقها، بيختلف بين عمر وعمر. يعني ذكرتينا مثلا وقت كنا عم نحكي بالبداية عن الرياضة العقلية إنه مع الطفل بتبلش، كيف يمكن بتبلش مع الطفل؟ كيف الأهل لازم يبلشوا يعلموا أطفالهم يمشوا هاي الموضوع ويستخدموا مهاراتهم من هن وصغار؟ هذا كتير موضوع مهم، لأنه نحن مثلاً ممكن نستفيد من هذا الموضوع سواء بالمدرسة إذا كانوا عم يعملوا لهم أنشطة. هلأ مجرد النشاط الجماعي هو عم يعمل لهم أول شيء مهارة تعاون وفرق عمل. يعني قديش الموضوع بسيط لما نلعب مع بعضنا، لكن عم يعلمنا العمل الجماعي. هي بالمدرسة. بالبيت الأم يعني أو ست البيت ممكن أنه هي تعطي مسألة صغيرة أو حزيرة. قد هي شغلة بتكون ممتعة للولد أنه قاعد مع أمه عم بيحلوا حزيرة مع بعضهم، أو مثلا تعمل مسابقة بين الإخوات إذا كانوا بسويات عمرية متساوية وما في تفاوت بالفكر، مشان ما دائما واحد يحزير والتاني لا، يصير كمان هون في مشكلة. فمعناته هلا حتى بهي المهارات الذهنيه، مو نحن العقل هو مقسوم لاربع اجزاء، جزء بيفكر بشكل تحليلي، جزء تنظيمي، جزء ابداعي، وجزء علاقات. فبالمهارات الذهنيه في عندنا احد انواعها هو التفكير الابداعي. فلما الام تعلم ابنها انه مثلا نحن كيف فينا نركب هي اللعبه اللي انتزعت، هذا تفكير ابداعي.
من أي عمر هذا الشيء ببلش تقريباً؟ هذا من وقت ما نبلش نشتغل بالمكعبات. يعني من السنتين تقريباً ببلش. حتى من عمر السنة. لأنه أنا لما خبي عليه شغلة وحاول أقول له إنه وينا لو كان لسه ما يا دوب عم يمشي، فأنا بكون عم بعلمه إنه يبحث. تمام؟ أو لما عم بقول له هذا اللون وين اللي بيشبهه اللي مثله، هذا بيكون أقل من سنتين. فكمان هون بكون عم بعلمه تنمية لمهاراته الذهنية. هون بهذا العمر مجرد تنمية، للعمر الأكبر الشباب وطالع بيكون من أجل الاستفادة منها بالحياة وبالعمل. تمام؟ لأنه صار طبعاً أنا بدي أحصل على ثمارة بحياتي. العمر الأكبر هو بيكون من شان مقاومة الشيخوخة. فكل مرحلة بنستخدم فيها أساليب مختلفة. البيت بيأثر، المدرسة بتأثر، النوادي الرياضية أو الصيفية اللي بيروح عليها الطفل كتير بتأثر، بتلعب دور إيجابي بهذا الموضوع. هلأ إذا بدنا نحكي على الموظفين مثلاً، صرنا بعمر الشباب يعني، فالمؤسسة بتأثر عليهم. لهيك في شيء اسمه بيئة العمل، الثقافة التنظيمية للمؤسسة كتير بتلعب دور إيجابي، يا هي بتدعم التطوير والبحوث يا أما بتدعم الشيء المعاكس. فمعناته هون ننظر لبيئة البيئة التنظيمية للمؤسسة. المنزل منشوف شو ثقافة الأهل، لأنه هي كتير بتلعب دور مهم بهذا الموضوع. المدرسة قديه مستواها جيد بهي الأمور، قديه بتطبق نشاطات فعلا للأطفال، قديه بيهتموا بالأطفال بنفس السوية. ما بدنا نقول أنه بدنا مدارس نموذجية، لكن يكون تعامل المدرس مع كل الطلاب بنفس السوية. يعني هو المحيط بشكل عام وين ما كان، فعلا المحيط هو بيأثر على الشخص من هو طفل ليكبر. هي إذا قلنا مؤثر خارجي على الشخص، أما الشخص بحد ذاته كمان بعمر الشباب وطالع هو بيقدر يشتغل على تطوير الذات بنفسه، ما ينتظر حدا ليحطه ضمن هي البيئة. فهو بيقدر يتعلم هي المهارات. هي المهارات في إلى مشكلة الوحيدة إنه نتائجها ما بتظهر على المدى القريب، نتائجها على المدى البعيد، لأنه باعتبارها مهارات تنموية. يعني فنحن عم نحكي عن بيئة مستدامة مثل ما بنقول، مو مثل الشيء التخصص التقني، مو مثل مهنة أو حرفة أنا عم بتعلمها. لا، هي بدها لأتعلم تحليل مشكلات، لأتعلم كيف بدي يصير شخص فكر إيجابيا، بدها ممارسة منبلش فيها شوي شوي. لو ما أخذنا نتائج، وأكيد ما بناخذ نتائج سريعة، لكن هي مع الوقت، لأنه العبارات الإيجابية بس نرددها هي بيصير العقل الباطن يعني باللاوعي تتردد. هذا الشيء بينعكس على تفكيرنا وقت نصحى ثاني يوم. أكيد. أنا بحس حالي فايق نشيط إيجابي. هلا هي النشاط اللي صار عنا بسبب العقل اللاواعي، بسبب العبارات اللي نحن بنكررها، بينعكس على سلوكنا. فأنا فعليا سلوكي نتيجة كلامي. فوقت عم نقول مثلا تفكير إيجابي بده أفعال وبده أقوال وبده بيئة محيطة. فالأقوال هي العبارات الإيجابية، الأفعال هي أنا كيف بفكر بمحيطي وبمزايا الموجودة عندي، وبالأشخاص المحيطين أنه يكونوا إيجابيين، وابتعد عن الأشخاص المحبطين واللي بيشكوا. أكيد أكيد. وبدنا نشكرك على كل هاي المعلومات اللي عطتينا إياها اليوم، وأكيد نذكر كل المشاهدين اللي عم يتابعونا أنه هذا مو مجرد كلام، هو مجرد أكيد. فعلا هي تدريبات بسيطة ممكن تغير حياتنا وتفكيرنا. نتمنى الكل يكون عنده هذا التفكير الإيجابي. شكرا لك دكتورة. شكرا لكم. شكرا كتير لك دكتورة لبنى بشارة لوجودك معنا لليوم، وعن جد نتمنى هي الطاقة الإيجابية أنه هي تعم على الجميع، لأنه بتساهم يمكن حتى بتطور المجتمع. شكرا كثير لك سلمى. رح ننتقل لفقرتنا التالية، ومثل ما بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. تحت هذا العنوان أقيمت ندوة توعية بأخطار المخدرات وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع بحضور أعضاء اللجنة الإعلامية لمكافحة ظاهرة المخدرات. تفاصيل أوفى مع زميلتنا ريم سليمان. المخدرات لأنه هي آفة خطيرة يجب التعريف فيها ومضارها،
على الفرد والمجتمع وعلى الأسرة وعلى بنية المجتمع الأساسية، لأنها تؤثر على تكوين المجتمع وتؤثر على الاقتصاد وتؤثر على العلم والتقدم والازدهار. تأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة من الفعاليات التي تهدف لتوعية المجتمع بخطر الإدمان على المخدرات وطرق الوقاية منه. كلنا نعلم خلال الأزمة على مدار 7 سنوات هناك كثير من المعابر الحدودية التي أصبحت تحت لفترة مؤقتة تحت سيطرة مجموعة من المجموعات المسلحة، اللي أدت إلى دخول العديد من المواد المخدرة وبالتالي تستهدف شبابنا، والشباب هم عماد الوطن. نحن ضمن نشاط اتحاد عمال دمشق وخطة أمانة الثقافة والإعلام في عنا العديد من الندوات والمحاضرات خصوصا اللي بتفيد العامل في سيرته بتفيده هم خصوصا بهالظروف هي. من هالمحاضرات هي عنا اليوم محاضرة مكافحة ظاهرة المخدرات، هي محاضرة كتير هامة دعينا عليها كوادرنا النقابية عمالنا لجان المرأة العاملة بكافة القطاعات بتفيدون بالتوعية الحرص على أولادهم خصوصا بهالظروف هي. بعد حرب 7 سنوات طلع عنا شغلات كتيرة لازم يكون درجة الوعي كتير كبيرة. ميسان، ومثل كل يوم جولة جديدة على أبرز الأخبار الثقافية، رح نبدأها من مهرجان الباروك بنسخته الثالثة الذي انطلق على مسرح الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، ويستمر حتى 26 من الشهر الجاري، والهدف لهذا العام اكتشاف المخزون الموسيقي الممتع والصعب الذي يحفز الموسيقيين السوريين الشباب. مشاهد من المهرجان بنتابع بها المادة التالية. Thank you.
سلمى، منبقى بدمشق حيث سعى الثلاثي النفخي الخشبي أماديوس عبر أمسية لموسيقى الحجرة إلى تعريف متذوقي الموسيقى الكلاسيكية بالمؤلفات العالمية. الثلاثي طارق حاتم على آلة الفلوت وجول شاهين على الكلارينيت وتوني الأمير على الباسون. وأجواء الحفل بالمشاهد التالية. خبرنا التالي مع فيلم الرعب كوايت بليس الذي تصدر المركز الأول لإيرادات السينما هذا الأسبوع محققا ما يقارب 22 مليون دولار، وهو من بطولة إيميلي بلانت وجون كرانسيسكي وأخراج جون كرانسيسكي. مشاهد من الفيلم نتابعها سوا. ومنختم جولتنا الثقافية الصباحية لليوم مع إعلان عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين افتتاح فرع لمتحف الأرميتاج في موسكو خلال عام 2024، حيث قررت لجنة التخطيط العمراني بموسكو إنشاء فرع متحف لجنة الأرميتاج على مساحة تبلغ 15,000 كيلومتر مربع على الأرض. وسوف يتميز المبنى المعماري للمتحف بروح المدرسة البنائية مع رسم تجريدي على واجهة المبنى. ويعد متحف الأرميتاج في بطرسبرغ واحد من أكبر المتاحف في العالم، ويحوي أكثر من 3 ملايين تحفة فنية، وهو من أقدم المتاحف والمعارض الفنية والبشرية في العالم.
يعني. أكيد ميسان، وصلنا لختام جولتنا الثقافية لليوم، فاصل صغير وبنرجع نكفي باقي محطاتنا. سلمى، هلا وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم لنحكي بشكل أوسع عن حالة من أكثر الأشياء شيوعا عند الأطفال، وهو التقيؤ الذي يعتبر من الأعراض الشائعة بشكل كبير بين الأطفال. ممكن في بعض الأحيان أنه يكون دليل واضح على معاناة الطفل من مشكلة ما في الجسم. أكيد ميسان، التقيؤ عند الأطفال بيحدث نتيجة تقلصات قوية وقصرية في المعدة، وبكثير من الحالات بيترافق بشحوب الطفل واضطرابه وحتى البكاء، في بعض الأحيان الصراخ. لنتعرف أكثر عن أسباب التقيؤ عند الأطفال وكيفية التعامل من قبل الأم مع تقيؤ طفلة وعلاجها، بيسعدنا نرحب بالدكتور مازن حداد مدير مشفى الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتور. صباح الفل. دكتور، يمكن كثير مثل ما ذكرنا بالبداية أنه بنسمع هالموضوع عند الأطفال، خصوصا من هن وردة حتى بأول أعمارهم، يعني الإقياءات إلى أسباب كثيرة. خلينا نحكي بشكل عام، شو هي الأسباب العامة إلى قبل ما نحكي عن الأمراض الممكن؟ الإقياءات إذا نبلش فيها منذ الولادة، الطفل أول ما بيخلق عادة من بيشربوا حليب أمه للطفل. إذا ما تقايأ الأمور بخير، إذا صار في إقياءات دغري لازم نفتش على سبب معين، وخاصة إذا ترافق مع زرقة أو إذا ترافقت مع اختناق عنده للطفل، ممكن يكون عنده انسداد بالمري. هاي من البداية ممكن نبلش فيها. بعد منا عادة هدول ندخلهم أنبوب أنفي معدي، نتأكد أنه المري سالك ما عنده مشكلة للطفل. بعد منا ممكن نوصل لمرحلة يكون عنده فتق حجابي بالمعدة كبير خلقي من الولادة؟ منذ الولادة. هذا حتى بيكون الفتق موجود هو بالرحم الطفل، يعني موجود. كمان ممكن تعملنا إقياءات شديدة عنده للطفل. بعد منا ممكن نفتش على شغلات بالمعدة، أسباب بالمعدة، وبعدين أسباب عشري وأسباب الأمعاء الدقيقة عنده للطفل. بس هي عادة أكثر الأسباب بنقدر نقول خلال فترة الست شهور الأولى من العمر هي بنسميها إقياءات اعتيادية. الإقياءات الاعتيادية أو إقياءات يعني بنقدر نقولها الطبيعية، إنه الطفل بنشوف إنه وزنه عم يزيد بشكل نظامي للطفل، هذا دليل ممكن توقف عنده الإقياءات بعمر الست شهور. في حال الطفل ما زاد وزنه لازم نفتش على أسباب عضوية عنده للطفل ونعمل له دراسة كاملة. مع ذلك لازم الطفل يراجع الطبيب وهو يقرر إنه هل هي الإقياءات اعتيادية أو إقياءات مرضية بدها تأثر عليه للطفل. الإقياءات اللي بتبلش بعد عمر أسبوعين ممكن يكون عنا انسداد مخرج المعدة، أو بيسموه بالطب عنا تضيق عضلة بواب الضخامي، هذا لازم نشخصه بسرعة ونعمل له عمل جراحي للطفل. إذا كانت الإصابة موجودة ما بعد البواب المعدة ممكن يكون في عنا لجام بيسموه بالإثني عشري بيجي خلقي أو حجاب ناقص، ممكن كمان تتأخر الإقياءات بعد فترة معينة، كمان هذا بده عمل جراحي. صفات الإقياءات هي المهمة عنا بطب الأطفال. الطفل اللي عم يتقيأ إقياءات حليبية هذا ممكن نعتبرها طبيعية مثل ما حكينا إذا كان عم يزيد وزنه. يعني هي حالات بتلاقيها بالاعتيادي إنه هو بعد ما يأكل، أوقات كتير أطفال بيكون عندهم، ولكن شو اللي بيخلي الأم بشكل عام تقول إنه هذا الإقياء مو طبيعي، أو إمتى في مؤشر معين؟ يعني الإقياءات اللي بتيجي حادة، تمام، معناتها في عنا من عمر صغير. اي سبب بالجسم يعني عند الاطفال نقول؟ غير التكرار في الاقياءات المزمنه، في الاقياءات الحاده. طفل ما في شيء وفجاه صار باي عمر من لازم يراجع الطبيب، لانه على الاغلب باي مشكله عنده للطفل بالجسم التهابيه ممكن تعمل عنده اقياءات. يعني التهاب البلعوم بيعمل عنده اقياءات، التهاب الاذن الوسطى بيعمل عنده اقياءات، التهاب المجاري البوليه عند الاطفال بتعمل عندهم اقياءات، التهاب المعده والامعاء، التهاب السحايا بيعمل اقياءات. الطفل ميزته انه الاقياءات هو عرض بيتظاهر نتيجه عده امراض لازم نفتش عليها الطفل.
وقت بتشوف الام انه بلش عند طفلها في قياءات قبل مراجعه الطبيب، شو الشيء اللي لازم تتصرف فيه باول خطوه، يمكن مثل اسعاف بالبيت اولي للموضوع يعني الاقياءات؟ اول شغلين بس يصير عنده حاده عنده للطفل، اهم شغله انه نحاول خلال ساعه كامله ما نعطيه شيء. انه الاقياءات بتعمل مثل ما بيقولوا عاميه النشفان، بصير الطفل بده ياخذ مي، بياخذ مي برجع بيتقيأه، برجع بياخذ مي برجع بيتقيأه، او بتشربوا اي شيء ثاني. لذلك بما انه نحن دغري ببلشوا بالزورات سلمى بابونا شو تماما إيه. لذلك نحن بننصح الاخوات انه خلال ساعه كامله ما يعطوا شيء للطفل، بلكي بتكون ارتاحت معدته للطفل، ممكن نبلش نعطيه سوائل بشكل تجزئه، يعني بنحاول كل 10 دقائق ربع ساعه نعطيه معلقه واحده. اذا ضل في اقياءات لازم تراجع طبيب لانه عنده مشكله الطفل. طيب دكتور، مثل ما حكيت بالبدايه كمان في انواع متعدده للاقياءات، وكل نوع بيعني او بيعطي مؤشر عن صحيح. مرض معين. خلينا نحكي عن الاكثر شيوعا وكمان اللي هو ما بينكشف بسهوله، وهذا الشيء بيؤدي لتفاقم الحاله عند الاطفال. طبعا مثل ما حكينا قبل شوي، نحن كثير بتجينا حالات انه تضيق عضله البواب الضخامي، انه هي اقياءات اعتياديه، اقياءات اعتياديه. لا، اي اقياءات بتترافق مع امساك عنده للطفل معناتها في عنا مشكله عضويه. اقياءات ترافقت مع حراره معناتها في عنا اقياءات عضويه، عنا مشكله عضويه عنده للطفل. اقياءات ترافقت، اقياءات نوع الاقياءات اذا كانت صفراويه او اقياءات خضراويه او اقياءات برازيه او اقياءات دمويه معناتها عنا مشكله عضويه، لازم يراجعوا على السريع الاهل للطبيب. بالنسبه للحاله يمكن الطبيعيه اللي ذكرتها انه بعض الاطفال، خلينا نرجع نحكي شوي عن الرضع، انه دائما بيصير يمكن عندهم قيء بسيط، هي الحاله ما بتدعي للقلق قلت حضرتك بالبدايه، يمكن لانه ممكن تكون طبيعيه، كيف هي الاهل بيتعاملوا معها خصوصا بحاله الرضع؟ طبعا مثل ما حكينا الاقياءات اول 6 شهور هي اقياءات بتكون حليبيه واقياءات بسيطه، عاده بتصير على جانب الفم. الأقياءات اللي بتكون قصفية هذا ممكن نحن نخاف منها، تطلع دفعية أو قصفية نحن بالطب بنسميها، هون ممكن يكون في عنا مشكلة عنده للطفل. بس مثل ما حكينا أي أقياءات حليبية بعد الولادة بتصير، إذا كانت بسيطة خفيفة هذا ما بتأذي للطفل، وعم يزيد وزنه بشكل طبيعي نتركه للطفل. لما إذا كانت في أقياءات أثرت على نموه للطفل معناتها في عنا مشكلة، لذلك هو الطبيب هو اللي بيقرر هيك شغلات. بس نحن اهم شغله خلال الستة اشهر الاولى من العمر انه الطفل ما ياخذ الا حليب امه، لانه اي ماده ثانيه بياخذها ممكن تعمل له فرط حساسيه للطفل او يسميه عدم تحمل طعامي ويصير عنده اقياءات مشاكل اخرى كمان. أي. اما الاقياءات الحليبيه اللي بتيجي بعد مثل ما حكينا بعد الولاده خلال اول 6 شهور من العمر هي اقياءات فيزيولوجيه او اقياءات اعتياديه، المعصرة السفلية للمري بتكون ضعيفة عن جزء كبير من الأطفال بعمر 6 شهور، بيرتفع الضغط فيها وبتخف إقياءات عنده للطفل. بس لنقدر نميزهم عن بعضهم أنه لازم يراجعوا الطبيب وخلي هو يأكد عليهم أنه هي إقياءات اعتيادية ولا إقياءات مرضية. طيب دكتور، في بعض الانواع اللي حكيت عنها اللي بيكون هي اساسا متشكل لسبب عضوي متشكل مع الجنين اثناء الحمل اللي هو الفتق او هذا النوع من الانواع، طبعا انسداد المريء تماما، الفتق الحجابي الكبير، التعامل معهم وهل بيتم الكشف مبكرا باعتبار انه السيده اصلا خلال فتره الحمل تخضع لنوع من انواع الكشف على الطفل على حاله الجنين؟ طبعا تقدروا تكتشفوها طبعا اطباء النسائيه ممكن اثناء اجراء الايكو، نحن بنعرف انه اخر فتره من الحمل بصيروا كل أسبوع أو كل 15 يوم بيراجعوا الطبيب ليتأكدوا على نمو الطفل بشكل منيح وما عنده أي مشاكل. إجراء الإيكو للأم وهي حامل ممكن يأكد لنا هالشي، نحن أنه والله فرضا يشوفوا أنه المعدة كلها موجودة بالصدر، هذا شكل من أشكال الفتوق الحجابية عند الأطفال، هي عادة بتكون خلقية تمام وبتضغط على الرئتين وبتعمل له مشاكل بالمستقبل. لذلك مباشرة عند الولادة الطبيب النسائي بيأكد على الأم أنه لازم الطفل يروح على المستشفى عشان إجراء العمل الجراحي له. في كمان التقلصات المعوية والمعدية، يمكن أحياناً هي بيكون لها كمان سبب للإقياءات يلي بتصير عند الأطفال نتيجة برد، نتيجة كثير أمور. كمان هي بيكتشفوها بطريقة أبسط، الأهل يعني بيقدروا يكتشفوها عند أطفالهم أنه هي يمكن ما بتدعي للخطر؟ يعني نحن بنرجع بنأكد عليها شغلة معينة تانية، انه نحن دائما بنقول انه هي اقياءات من البرد، يعني ما كثير مقبول هذا الحكي،
في أسباب. يعني طبعا لازم يكون في له سبب. البرد أنا ما راح أحط طفل بدرجة حرارة تحت الصفر. وقول ليش عم يمرض. أيوة يعني حطه تحت الصفر وقول والله هذا الولد مريض من البرد. طبعا ما راح تصير هالشغلة. لذلك ما في شيء اسمه من البرد. بس نحن دائما بنلاقي شماعة صفقة هواء. أيوة صفقة هواء. كل شيء صفقة هواء. مرض أيوة نتيجة برد ما راح أخذ برد. طب بالصيفية في برد. أحيانا الأهالي بيقولوا لنا إنه والله نتيجة البرد. لا تشويبة كمان. أيوة أو تشويبة مثل ما بيقولوا. عنا مشكلة تانية نحن خاصة بالنسبة للإقيات في عنا كثير أهالينا بحبوا شغلة الحزام اللي بيحطوه على البطن. هذا كثير بزيد من الإقيات عند الأطفال. هن بيعتبروه مشان ما يعمل له لوية للطفل إنه إذا حمله الطفل ما يأثر على ظهره. لا نحن بنأكد إنه هذا من أسوأ الشغلات الموجودة من حصة للطفل. طبعا تضغط على المعدة وهي بزيد من الإقيات عنده للطفل. يمكن بياخدوها سلمى عن الست عادات يعني. أيوة صحيح وبيحبوها لحد هلأ بيحبوها كثير. بس هو مو شرط تكون هي يمكن هي بيكون لحالة معينة لطفل معين. الإقيات الاعتيادية بتزيد نتيجة الضغط على المعدة. هذا الحزام عم يضغط على المعدة بزيد الضغط داخل المعدة بزيد عندنا الإقيات. أكيد يعني دائما نحن بنقول دكتور إنه أحسن شيء للأطفال وخصوصا بهي الست الأشهر الأولى المراقبة الدائمة والتركيز على حليب الأم اعتباره بيعطي مناعة كبيرة من يعني دائما يمكن في مشاكل كتير من إنه يلا بلش يطعميه قبل بوقته مثلا بياكل موزة ما بيأثر بياكل نعمل له لحسة صغيرة تماما ده بيأثر هذا الشيء. أيوة. بشكل كبير حتى على طريقة خلينا نقول هضم المعدة فيما بعد يعني 100% هذا الحكي صحيح لأنه جهاز الهضمي عند الطفل الخمائر الهضمية عنده غير قادرة أنه تتحمل أي شيء غير حليب الأم. يعني حتى المي ممكن تأذيه للطفل يعني حتى الماء ممكن تأذيه. لذلك حليب الأم كافي حتى بالمناطق الحارة. بتأكد منظمة الصحة العالمية أنه لازم ما يعطى شيء أي شيء للطفل قبل الست شهور إلا حليب الوالدي فقط. حكيت حضرتك عن المي. المي بأي عمر ممكن يفوت فعلا للطفل الرضيع؟ هو من ناحية علمية الطفل ما له بحاجة لأنه عم يأخذ مي. إمتى نحن منبلش له بالمي؟ لأنه حليب الأم 80% منه مي. صحيح. إمتى منبلش له؟ منبلش بالأطعمة الثانية. هون بصير عنا أنه الأكل فيه ملح لازم منبلش له بالسوائل للطفل يلي مثل المي نعطيها للطفل. طيب دكتور هل في أنواع معينة مثلا في أشخاص بيقولوا أنه في أنواع معينة من المياه بتيجي مدعمة ببعض الفيتامينات أو مثلا ملح فيه يود أو شيء؟ هل هذا الشيء بيأثر كمان على الطفل؟ طبعا بيأثر. يفضل انه تنعطى مي طبيعية عنده للطفل بتكون مزودة بأي شيء بأي شيء ابدا ابدا لازم تكون يعني مي اعطيناه مثلا مزبوط مي فيه يود هو لساته طفل صحيح. صغير هذا صحيح. لذلك اعطاء اليود احيانا بكميات كبيرة ممكن تعمل له مشاكل بتبلش من الاسنان وقت بدهم يتشكلوا للعظام لباقي الجسم الى سن معين لازم ياخذها فيه عادة اليود بيبلشوا فيه بعد السن بس احيانا الاطفال او ببعض المناطق اذا في نقص باليود ممكن هون يعملوا فلورة للمي مشان ما يصير عنده نقص للأطفال خاصة إذا لقوا بقرية معينة أو بضيعة معينة أو ببلد معين لهيك شغلات بيزيدوا الفلورة تبع المي لأنه الأطفال بيكون عندهم نقص باليود. هذا السبب. دكتور كتير بنسأل عن يعني الأطباء عن إدخال الطعام لأطفالهم كيف لازم يكون وكيف التدريج بيكون شو هي يمكن الطعام الأول اللي لازم يتناولوه آخر شيء شو هو؟ نحن دائما مثل ما حكينا قبل الست شهور يمنع أعطاء أي شيء. بعد الست شهور منبلش نعطيه للطفل الأطعمة اللي ممكن يتحملها. في أطعمة ما لازم يتحملها. الأطعمة اللي ممكن يتحملها الخضار تمام هي واحدة من الشغلات. صفار البيض اللحمة بيتحملها الطفل. بيتحملها الطفل اللحمة كتير في استفسارات. أبدا بالعكس الطفل بيقدر يتحملها بس بده تكون اللحمة ما فيها الدهني مثل ما بقولوا عاميا يعني تكون بلا دهني. ناخذ كميه معينه لانه الطفل بحاجه فرضا من اللحمه بين 20 و 25 جرام من البروتين يلي بيعوض له اياه اكثر شيء وبيعطيه حديد للطفل لانه نحن بنعرف بعد الست شهور من العمر مخازن الحديد اللي اخذها الطفل من امه بتكون بلشت تنقص. لذلك بنحاول ندور على الاغذيه يلي ما تاذي للطفل يلي فيها حديد وبعض الفيتامينات لانه مشان مخازن الحديد ترجع تتعبى عنده للطفل. وبعد عن دسم يمكن للاطفال الى اي درجه ممكن تساهم بموضوع الالام المعديه ادخال الدسم بشكل عشوائي للطفل؟ طبعا مثل ما حكينا انه دائما الجهاز الهضمي عند الطفل غير قادر على هضم الدسم وخاصه الحموض الدسمي طويله السلسله لانه متوسطه السلسله ممكن يتحملها بس طويله السلسله يلي موجوده بالسمنه يلي نحن بنشوفها كثير او بالدهن بالكميات الكبيره. لذلك الطفل غير قادر على هضمه. لذلك دائما هي بنتركها الاطعمه اللي فيها الدسم
لبعد السنة الأولى من العمر. نعم، يعني يا دكتور دائما بتعطينا نصائح متعددة، سواء كنا عم نحكي بموضوع اختصاصي اليوم وهو تقيؤ عند الأطفال، أو حتى النصائح والاستفسارات المتعددة اللي بتمر معنا. شكرا لوجودك معنا، بنتمنى لك دائما التوفيق. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله كل الأمهات يكون استفادوا اليوم من هالمعلومات يلي أخذوها. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لكم. شكرا. يعني مع هالمعلومات الطبية سلمى بنكون وصلنا لختام حلقتنا الصباحية لليوم، وأكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم 9 الصبح، ولكل يلي حابب أنه يبقى على اطلاع بآخر الأحداث والمستجدات فيكم تبقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية. أكيد ميسامنا، نتمنى لهم بقية نهار دائما مليء بالخير والتفاؤل، ورح يبقى يومنا يحمل الأمل بوجودكم وصمودكم أبطالنا بالجيش العربي السوري. أكيد لكل يلي عنده فكرة أو موضوع حابب يشاركنا فيه، خليكم على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تبقوا بألف خير، وباي باي. باي باي.